تصعيد أمني خطير شهدته تونس خلال الساعات القليلة الماضية، حيث اعتلى مجموعة من أنصار الشريعة بمنطقة بحر الأزرق بالمرسى قرب العاصمة تونس، معلقين رايات أنصار الشريعة السوداء ومخاطبين الجماهير بمكبرات صوت المسجد عن وجوب صد الأمن الوطني التونسي. وأطلقوا عليهم الأمن الوثني النهضوي، الأمن من جهته حاصر المسجد ومنع أنصار الشريعة من الخروج. يا اخوة فرق كيس، خلي كي تعدى، خلي يسمع علي، مش تعدى خلي يسمع. على خطر يا ربي خلق السماوات والارض وبعث الانبياء والمرسلين. تكبير الله اكبر، تكبير الله اكبر. يا اخوة يا اخوة، حتى حد ما يتفرد من راسه، حتى حد ما يتحجر، حتى حد ما يتحط حاسة، خليها مكيكة. حبوا دارونا يا مجيد، نحن اهل الرحمة، وما تركيس اعطوك الطريق حقه. احنا جينا للبعث هذه ندعو في الناس للصلاة، والصلاة تدعى لها محمد عليه الصلاة والسلام، تدعى لها ربي اللي خلقنا. اما انتوما فيش كون تدعيه الدولة، فيش كون تحميه الدولة، ما تحبوناش تقولوا قال الله، قال الله رغما عنكم، قال الله رغما عنكم، ورانا ما خافوا كان من ربي. اما لست بالخب ولا الخب يخدعني، انتوما عندكم غاية في بقائكم. احنا باذن الله الشعب باقي منا ولينا، ودمنا دمه باذن الله، دمنا دمه. اما انتوما ما عندكمش الشخصية اللي يجي يحكم فيكم واللي يجي يقودكم. الله اكبر الله اكبر.